اتفضلي. شكرا. انا بعتذر لك عن اللي حصل امبارح، والله كان غصب عني. لا 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 لا، مفيش مشكله. المفروض ان انت معانا انت وصاحبتك، بس انا كان في حاجه مهمه جدا كان لازم اقول لك عليها من اول مره شفتك فيها، عشان تفهمي طبيعه الشغل عندنا قبل ما ناخد القرار النهائي. حضرتك اي حاجه تقول عليها انا موافقه عليها على طول. الشركه هنا ملهاش مواعيد يا مروه، وساعات كتير بيبقى مقابلاتنا كلها بتكون بره الشغل، وساعات بنسافر بالايام ده لو في معارض يعني، وساعات العملاء بتوعنا بيتطلب يعني ان انت تفضلي معاهم لفترات او لايام. احنا مش شركه صغيره، ومعاملاتنا وطريقه شغلنا مختلفه عن اي مكان تاني. وانا موافقه حضرتك. وصاحبتك اكيد طبعا موافقه. طيب، في عاده هتمضيه في الشؤون القانونيه، العقد ده انا عايزك تقريه كويس قوي، ولو تحبي تاخدي منه نسخه وتقريه على رواقه مفيش مشكله. حاضر. حاجة تانية معلش أخيرة بعد إذنك، اللوك اللي هو المظهر يعني. ناس كتيرة قوي جت هنا ما كانتش بتعرف تلبس، ولما جت بقوا يعني مش قادرة أقول لك عاملين إزاي. يلا اتفضلي. متشكرة يا فندم، متشكرة عن إذنك.
مش وقته دلوقتي يا ست سيدة. أمال أنت وقته؟ ده ما شافش يوم عيد الياهل يا خويا. ما ينفعش الكلام دلوقتي يا ست سيدة. وأنت مين أنت كمان؟ أوعى أوعى من قدامي. هستناك على القهوة يا ست جمال. أحمد جمال كنت عايزاك لو سمحت ثانية واحدة. تحت أمرك. هو أنا المفروض أعمل إيه؟ لا يا بنتي ما تعمليش حاجة. وأنتي بس عارفة المدافن بتاعتكوا فين؟ لا خلاص عمتي تعرفهم. ما تقلقيش أنا هتصرف. طب أرجوك يا عم جمال أي مليم هيتصرف في الموضوع ده تبلغني بيه. عيب يا كمال ما تقوليش كده. أبوك الله يرحمه كان زي أخويا. أبويا الله يرحمه كان شايل فلوس كفن في الدولاب وفلوس جنازته كلها لازم تكون من حر ماله. دي وصيته ليا. حاضر حاضر يا بنتي. والعزا هيبقى في المدافن. حاجة تانية استاذ جمال. معلش انا هسيبك مني انا خالص دلوقتي مش وقته. شوف مطلوب مني ايه وانا اعمله. لا خليك انت الله يكرمك. الله هيكرمني لو جيت معاك وعملت اللي انت طالبه كده. ولع شنطه الاستاذ خليها عندك. تعال معايا يا باشا. ده انا جاي استنجد بسعادتك والله العظيم هو ده اللي حصل. اسال عادل والله يا باشا انا مش بكذب على حضرتك. كل اللي قاله كدب يا باشا. انت اللي ابن 60 كذاب يا باشا. انا اسف والله العظيم سعادتك. انا زي ما بقول لخطك كده. انا سامعه في ودني يا باشا وهو بيقول ان احنا كده كده ميتين. بس يا الواد ده لا شفته ولا اعرفه قبل كده يا باشا. ايه رايك بقى؟ يعني انت مش جايب العيال اللي بره دول عشان تهربهم؟ اهرب مين يا باشا؟ حتى اسالهم. انا جاي هنا ابيع واشتري. انا تاجر وافتخر. اسم النبي حرسك بقى جاي تبيع ايه وتشتري ايه هنا؟ يا باشا ما انت عارف بقى ان احنا ناس شعبيين يعني ونحب نقلب في الحاجات المستورده. ما انت سيدي العارفين سوق ليبيا وليبيا وتعالي يا بضاعه وروح يا بضاعه. يا باشا انا جاي هنا القط لقمه عيشي رزقي. الواد ده سرقني يا باشا. طب ازاي يا باشا سرقته يا باشا وهو بيقول ان لسه ما وهو يعرف منين ان انت تاجر ومعاك فلوس عشان يسرقك؟ هات لي يا ابن العال دي من بره. هي كلمه واحده بلا حدا اللي جابكم هنا والواد ده كان معاكم؟ لا ولا نعرفه ولا شفناه. طيب بتتهم بلح بحاجه تاني؟ لا يا باشا حد الله كد بخيبه. لا انا ما لا مفيش اي حاجه كده زي الفل. سرقك؟ لا يا باشا ما سرقنيش بس انا يعني اتضايقت شويه لما اتبل عليا. تخرج من هنا تركب حاجه وترجع على مصر. اوكي. وانتوا بقى ايه اللي جابكم هنا؟ كنا بنتفسح يا باشا رحله. طب خفي على مروان شويه. ما بيفهمش حاجه. عامل له ايه؟ ما بيفهمش ولا انت اللي مش عايزاه قدامك؟ والله ما حدش قال له ما يجيش. طريقتك. انا ما بحبش الدلع. خلي بالك هو لو في الشركه ابوه ممكن يزعل. كلمك؟ لا. هو قال لي لا. انا عارفه انه كلمك ومتاكده ان انت جيتي الشركه النهارده عشان كده. وفرضي؟ لا ما فرضش. احنا لازم نبقى عاملين حسابنا كويس قوي. سمير في الاخر هيسيب شركته دي لابني ومهما انا تعبت فيها ومهما كبرتها برضه هيسيبها له هو. وابنه ده عبيط. اي حاجه هتدخل له هيروح يصرفها على الفاضيه وعلى المليانه. برضه هدي اللعب. انا ما عملتش حاجه غلط على فكره. ده انا عامله شغل للشركه دي انكل سمير نفسه عمره ما عمله. وهو اللي بيفكر غلط. لازم يفكر صح. اللي بيشتغل هو اللي يسوق. ابنه ومش هيرتاح الا لما يكون معاه. طب وانا اعمل لهم ايه بقى؟ بقى انت مش عارفه تعملي ايه يا ايتن؟ انت فاهمه كل حاجه كويس قوي. خلاص يبقى هستنى لما السيزون ده يعدي وبعد كده اشوف هظبط اموري ازاي. لا انت من بكره تكلميه وتخليه معاكي. انت خسرانه ايه؟ هو انت خايفه كده ليه يا ماما؟ لازم تفهمي ان الشركه دي شغاله بينا احنا مش بيهم هم. لا يا حبيبتي الشركه والعز اللي احنا فيه ده عشان سمير صاحب كل حاجه.